تحية من مدينة الصويرة. اي 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 واحد الشاب اذا معايا واحد المجموعة من الشباب البهوج المراكشيين طالعة ماشات وتبارك الله السباحة بجميع اشكالها. وسولني واحد فيهم قال لي علاش سولك لي انا ما كنعرفش نعوم. قلت له انتم يا خويا مراكش ومكناس عندكم لي بيسين وعندكم الاندية وعندكم المدربين داكشي باش تبارك الله عليكم في السباحة. وما كذبتش لان سباحة البحر ماشي هي سباحة المسبح لا بيسين. هذا واحد الوليد ما عرفتش سميت هذيك التليحه اللي قال غيدير سير بالي بالي رحنا تبارك الله تبارك الله. غادي يكون في شي كلوب هذا الطبيعه اويا طيور سوبر عب شويه عب شويه عليه بشويه عليه بشويه عليه خدمتيه خدمتيه خلي هذا كيتسمى لا 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 ما خصوش دابا حيت هو اصلا ما استراحش هذا كنسموه يلا تبارك الله عليكم شكرا طيب.